بهدف تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى قمم السودة على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر. تقع قمم السودة في منطقة عسير، بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، خدمات للضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام ستقدم ضمن مشروع قمم السودة. كما سيعتمد المخطط في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، ويتكون من 3 مراحل رئيسية، على أن تكتمل أولى مراحله في 2027 مع مراعاة الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة. تنمية القطاع السياحي والترفيهي في المملكة بإطلاق مشروع قمم السودة يسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر وفق مستهدفات رؤية 2030. مشروع قمم السودة إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي للمملكة، وسيعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية مع إتاحة الفرصة للعالم لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة.